جماعة يا رب تكونوا بخير. طبعا انا النهاردة بقى ايه قررت قرار جميل جدا اللي انا هشارككم التفاصيل بتاعت الفيات تيبو مانيوال فئة اولى 2021 الشكل الجديد، علشان الناس اللي بتدور على العربية وعايزة تعرف يا ترى تستهلك بنزين كتير وتستهلكش، تفاصيلها ايه، دنيتها ايه، شكلها ايه من برة، شكلها ايه من جوه، سعرها عامل ايه، واللي مهتم بهذا الموضوع النهاردة هوريها لكم واقول لكم جميع التفاصيل والحاجات دي كلها. خليكم معانا، واللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب ويلا بينا. خلينا نتكلم الاول عن الشكل الخارجي. طبعا انتوا اكيد دخلتوا عندك اوليكس مثلا، هتلاقي الصور عليها، هتلاقي موقع، هتلاقي اسمه هتلاقي، ماشي، اكتب هتلاقي في جوجل كده واكتب ايه فيات تيبو، تمام، هيجيب لك الشكل من بره، الطول، الارتفاع. طبعا احنا نتكلم الحاجات اللي تهم اي حد بيدور على العربية. طبعا هي مرتفعة عن الارض، فالعفشة بتاعتها كويسة، ماشي، العفشة بتاعتها مش ما تحسهاش ناشفة كده. طبعا بالنسبة للخامات والحاجات يعني الاوكر، ماشي، والكلام ده برضو السعر، هم برضو ايه يعني ايه مضايقين الدنيا شوية في موضوع السعر، ماشي. من جوه زي ما انتم شايفين الخامات البلاستيك نقول متوسطة، ماشي. احلى حاجة بصراحة في المانيوال الطارة، اللي هي الطارة المالتي، تمام، اللي هي دي اللي هي تشغيل بقى، وفي ورا هنا تشغل الراديو، هنا تكبر الصوت، تمام، الراديو طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا دي في الفئة المانيوال، دي فئة اولى، بيبقى فيها ايرباج واحدة عند السواق، الجنب التاني مفيش، الفئة التانية بيبقى فيها اتنين عند السواق وعند الراكب اللي هو في الجنب يعني، ماشي. طبعا الاكسسوارات والحاجات، اهم حاجة فيها انك تجيب لها البتاع ده اسمه كلتش. الكلتش ده بيربط الدبرياج بالطارة بتاعتك علشان السرقة والحاجات دي كلها، ماشي. طبعا اكيد في ناس اتكلمت عن العربية كتير جدا، ماشي، وعن الاشكال بتاعتها، تمام، زي ما شايفين الكراسي اللي ورا. طبعا انا جايب الفرش ده، في ناس بتعمل فرش مفصل طبعا غالي، انا طبعا ما حبيتش اعمل كده، ده جبت البتاع ده اسمه ايه والله راح من دماغي خالص. المهم، ماشي، عندك الطارة، عندك الخامات بتاعتها، خامات متوسطة مش خامات عالية، لان ده برضو السعر، انت بتتكلم في سعر التوكيل دي. طبعا انت بتتكلم في سعر لو هتشتري من التوكيل وتستنى 3 4 شهور، ماشي، هو توكيل زي الزفت، انا عامل عنه تقييم اصلا مش تمام خالص يعني في موضوع التسليم، حتى في موضوع خدمة العملاء والصيانة لسه يا مسهل يعني، ماشي. بعد 3 شهور لو هتحجز من معرض هتحط كمان اعتقد ممكن 10,000 جنيه على السعر اللي هو موجود، السعر الرسمي، وهم هيسلموك مثلا بعد اسبوع اسبوعين بالكتير قوي يعني. فيفضل ده يعني، خليك مع المعارض واشتري منهم ايه وريح دماغك في الفرق الايه الفلوس ده، ماشي. الحاجة اللي كنت عايز اتكلم فيها في العربية موضوع الزيت. موضوع الزيت هو حقيقي في الاول فعلا بينقص، ماشي، علشان انا كنت سامع سألت في المبيعات وكده، في عملية حرق بتحصل في الموتور عشان يؤدي الكفاءة، طبعا دي 1400 سي سي، ماشي، فيخلوا الموتور يدي كفاءة اعلى، فبيحصل تبخر بنسبة بسيطة جدا في خلال اول 5000 كيلو بتحس ان الزيت نقص. بيتم انت مزوده، بتحط 100 ملي 200 ملي بالكتير قوي، لان انا زودته في التوكيل وملوش لازمه، هات لتر وحط منه ال 100 ملي دول وخلاص يعني، بدل ما تضرب مشوار للتوكيل ده عالي جدا، او يفتح بتاعه الزيت من فوق هنا كده اللي انت بتشيك منها، ايه الغطا بتاعها موجود، وبتقوم حاطط شويه الزيت وخلاص، والموضوع ده بينتهي يعني. انا دلوقتي مثلا دخلنا في ال 10,000، انا ما عنديش نقص في الزيت ولا حاجه خالص، وبيتغير عادي جدا، مستني معاد التغيير، خلاص. يبقى ده موضوع الزيت، ما تقلقش منه، هي اول 5000 بس، بعد كده الموضوع بيبقى عادي جدا جدا، ماشي. الحاجه اللي عجبتني جدا في العربيه موضوع استهلاك البنزين.
استهلاك البنزين طبعا هو رسمي كاتبين 5.7 لتر لكل 100 كيلو، هو فعلا بيوصل اللي هو مثلا 6 لتر لكل 100 كيلو، وموفرة جدا 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 في البنزين. خلاص، فدي برضو لو انت بتدور على حاجة موفرة في البنزين. ماشي. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عنها هي الحاجة دي، حاجة اسمها سيتي. تعالوا كده، حاجة اسمها سيتي، ده الزرار ده لو انت بتسوق جوه. الزرار بتاع سيتي ده لو انت بقى في مدينة مثلا، ويمين وشمال وعربيات وزحمة ومش عارف ايه، فانت محتاج الطارة تبقى خفيفة معاك، ده بيساعدك جدا في الموضوع ده. وان شاء الله ممكن نبقى نعمل تجربة عملية كده عن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. ماشي. حاجة أخيرة تعالوا نشوفوها، وهو الزرار اللي انتوا شايفينه ده. الزرار اللي شايفينه ده من الحاجات اللي عجبتني جدا في المانيوال، ده بتاع مثبت السرعة. اللي بيسافر زي حالاتي كده مثلا، بيعوز ان هو لو مشوار طويل مثلا في الصحراء مثلا ولا حاجة، بيعوز يثبت، يقوم مثبت السرعة ده عامله ظبطه على سرعة معينة، وشايل رجله من على البنزين. وده طبعا انك تلاقيه في المانيوال دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. العربية ايه نظامها في السحب والحاجات دي؟ كويسة مش وحشة، ولكن هي احيانا برضه بتحس ان هي تقيلة سنة كده في الاول، مع الاول واحد والتاني لما تدوس بنزين جامد هتلاقيها شادة معاك ما شاء الله يعني، فهي برضه كويس. عندك من التالت بقى لو دوست بنزين جامد، بسم الله ما شاء الله عليه، هتجيب معاك يعني 100 مثلا، بتيجي قبل ممكن توصل للتغيير تغير 6 تغييرات. ماشي. وقبل ما توصل للمية، فهي يعني لا في السحب كويس. كتقييم عام للعربية، لا العربية كويسة جدا، عفشتها حلوة واسعة، وده أهم حاجة برضو لما الناس بتيجي تدور على الاختيارات الأوبشن اللي هي بتهتم بيها، إن العربية تبقى واسعة من جوه، الشنطة بتاعتها تبقى كبيرة ما تبقاش صغيرة. طبعا في تقييمات كتيرة اتعملت، بس بتكلم معاكم عن تجربة عملية بعد حوالي 3 شهور. ماشي. لا هي عربية تستاهل. طبعا السعر، أنا أول ما حجزت كان 192، طبعا لما جيت استلم وصلت ل 198، مش عارفين بقى السنه اللي جايه هتبقى اعلى ولا هتبقى اقل ولا هيبقى ايه وضعها بالظبط. ماشي. في ناس كانت بتسال طب ايه رايك في موضوع القسط؟ والله لو انت هتقدر على موضوع القسط توكل على الله، مش هتقدر استنى شويه لما تدفع مقدمه كبيره 100,000 ولا حاجه، ويبقى ال 98 الباقيين يبقوا يعني خفيف شويه، عشان برضو القسط خانقه. ماشي. طيب سؤال تاني، ايه رايك في العربيه لاوبر وكريم؟ طبعا كويسه جدا، لان انت اوبر وكريم، طبعا هم نسبه اوبر وكريم يعني 26%، الناس كلها مستنياهم تغير النسبه دي، ففي ابلكيشنات بدات تظهر بنسبه اقل طبعا بكتير من ال 26%. الموضوع برضو مجزي، عشان البنزين لازم العربيه تبقى موفره معاك، عربيه ما تقرفكش في الصيانه كل شويه يحصل فيها حاجه والكلام ده كله، موتورها جامد. لا يعني شايف كتقييم كويسه جدا، وهي طبعا يعني من اكتر العربيات مبيعا دلوقتي، عربيه اوروبي برضو، فعربيه امان، عربيه كويسه. اللي ناوي يشتري فيها تيبو مانيوال فئه اولى، توكل على الله ما تقلقش من حاجه، وظبط دنيتك شويه اكسسوارات وبتاع، وواحده واحده على الطريق هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. معلش انا طولت عليكم، حبيت اشارككم التجربه دي، واتمنى ان انتم تكونوا بتستفادوا منها. سلام عليكم.